400,000 دولار أمريكي سعر قلادة مونيكا بولوتشي في حفل افتتاح مهرجان فينيس السينمائي. إليكم أجمل مجوهرات المشاهير مع الأسعار. مونيكا بولوتشي تألقت بقلادة فاخرة من دار كارتييه تحمل اسم كريسز، المرصعة بأحجار الروبي وحجر الروبليت، الذي يزن أكثر من 64 قيراط ويأتي بسعر تقديري 400,000 دولار أمريكي. كيت بلانشيت أبهرت الحضور بعقد ذهبي مذهل منسدل حول كتفيها من دار لوي فيتون، والذي تم تصميمه بطريقة مبتكرة، والمصنع من الذهب عيار 18 قيراط والمرصع بحجر المادر أوف بيرل والألماس، ويأتي بسعر 150,000 دولار أمريكي. ومن العالم العربي تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بمجموعة مجوهرات فاخرة من دار كارتييه العالمية، وهي مجموعة ريفليكشن دو كارتييه. اختارت منها أقراط وخواتم وسوار، كلهم مصنعين من الذهب الأبيض ومرصعين بالألماس، وتتجاوز قيمة إطلالتها 300,000 دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات والصور عن المشاهير ومجوهراتهم في مهرجان فينيس السينمائي، زوروا موقعنا thejewelrytales.com.